بالرباط، استمعت أمس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور إلى تصورات ومقترحات مجموعة من الجمعيات والفعاليات الشبابية بشأن التعديل الدستوري المرتقب. روبورتاج يوسف الحميدي وخالد نجدي. بما أن جمعيات المجتمع المدني تشتغل في تماس مع القضايا اليومية للمواطنين، فإن اقتراحاتها لدى لجنة عبد اللطيف المنوني ركزت على هذه القضايا: دستور للمواطنة روحه حقوق وواجبات المغاربة في المشاركة في تدبير شؤونهم من خلال وسائل تمكن المواطن من القدرة على التأثير في الفعل الوطني. الماده ديال المواطن وحقوق وواجبات المواطن المغربي اللي اقترحنا تكون باب مفروض ان توزيع السلطات اللي هو اساسي على قواعد الديمقراطيه، الخيار الديمقراطي هو اساسا لخدمه المواطنه وتنميه المواطنه وتنميه كرامه المواطن، لان هي الاساس والموضوع ديال الدستور وديال كل عمل سياسي. من المبادئ الاساسيه للدستور ضمن حريه المواطن كنركزوا على حريه الوصول للمعلومه وحريه الحق في المعلومه وحريه الوصول لها، ثم حمايه الحياه الخاصه للمواطنين وحمايه المعلومات الخاصة بالمواطنين، هذا من جهة. من جهة أخرى في إطار بناء المؤسسات هذا اصدرت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري من جهة، ثم تعميم تكنولوجيات المعلومات والاتصال لجميع المواطنين يستفيدوا من هذه التكنولوجيات الجديدة. الهواجس السياسية لم تكن غائبة عن الفاعلين في المجتمع المدني من خلال عدة مطالب. التدابير الاستعجالية خاصها تكون مواكبة للمشروع ديال الإصلاح. ثاني حاجة أهم ما نراه كإصلاح دستوري هو تنصيص على الدولة المدنية، تنصيص على الملكية البرلمانية، على فصل السلطات، ثم على المسؤولية والمحاسبة. وتبقى الحركة الشبابية فاعلا حيويا في عملية التعديل الدستوري في اتجاه ديمقراطي تحكمه المؤسسات وينبني على المساواة وسلطة القانون. التأكيد للجنة الاستشارية لمراجعة الدستور التي ثمنت الطابع الحضاري والسلمية لهذه الحركة الشبابية التي تسير في اتجاه واحد: الإصلاح والتحديث والتقدم.